نبدا بقى اول اخبارنا النهارده، وفريق الكره بالنادي الاهلي هيرجع بقى يستأنف تدريباته بعد حصوله على راحه 48 ساعه وبعد فوزه بكاس مصر استعدادا للمرحله القادمه، واللي اهمها بالتاكيد السوبر الافريقي اللي كلنا اكيد بننتظره امام نهضه البركان، استعدادا كمان لانطلاق هنا بطوله الدوري العام اللي بيستهلها يوم الاحد المقبل مواجهه المقصه. النهارده كمان باتشو موسيماني المدير الفني هيعقد جلسه على هامش المران مع الجهاز المعاون لمناقشه الخطه التدريبيه للفترة القادمة، وهيطمن على حالة المصابين وآخر مستجدات حالتهم، البرامج التأهيلية اللي بيخضعوا ليها وأهمها أكيد سلبية هنا مسحة وليد سليمان وآليو ديانج. طيب ده فيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم، أما بقى فيما يختص بفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي تحديدا مواليد 2003، عايزين نقول لحضراتكم أن هذا الفريق المحترم فاز على ضيفه الجونة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة اللي أقيمت ما بينهم امبارح على ملعب الأهلي بمدينة نصر في افتتاح منافسات بطولة الجمهورية للمجموعة الأولى. افتتح مازن أسامة أهداف الأهلي مبكرا في الدقيقة الثانية، وأضاف رأفت خليل الهدف الثاني برأسية إثر ركلة ركنية في الدقيقة 56، وسجل محمد وائل الهدف الثالث بتسديدة قوية على الطاير في الدقيقة 78، قبل أن يختتم محمد أسامة ميدو الرباعية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 81. بهذا الفوز حصد النادي الأهلي أول ثلاث يعني نقاط في مشواره بالبطولة، مسجلا أربعة أهداف ولم يستقبل أي هدف في شباكه. طبعا من المقرر أن يخرج لمواجهة الإسماعيلي الأسبوع الجاي إن شاء الله، والجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق 2003 بالنادي الأهلي بيضم محمد أشرف مديرا فنيا، إسحاق أول مدربا عاما، خالد عثمان مدرب حراس المرمى، محمد مصطفى طبيب الفريق، وشريف خليل إداري الفريق، وطارق عصمت مدرب الأحمال، وأخيرا وليس آخرا عبد الحميد حسين المدلك. قطاع الناشئين قطاع عندنا الحمد لله قوي جدا، وزي ما احنا شاهدنا في الفترة الأخيرة أكيد يعني كتير من الناشئين شاركوا في الماتشات الأساسية مع الفريق الأول وكمان أثبتوا نفسهم بشكل كبير، فإحنا دايما بنأمل يكون في كده نماذج القادمة بقى للأبطال الموجودين عندنا دلوقتي. يعني ويعني عايز أقول لك برضو إن الماتشات اللي بيلعبوها، أنا أعرف ناس كتير أصدقاء ليا هناك يعني بيدربوا، الماتشات اللي بيلعبوها بيفوزوا فيها بفارق كبير، يعني ممكن تلاقي الفريق مثلا الأول كرة قدم ناشئين مثلا 2003 بيفوز بتسعة مقابل مثلا اثنين، يعني الأرقام ده لو بيلعبوا هاند بول مش هيبقى دي النتيجة. فيعني واضح إن هذا القطاع فعلا فيه اهتمام بيه كبير، وإن شاء الله يخرج لنا أبطال في المستقبل.